الرحمن الرحيم. إمام بن يوسف تلميذ الثانية بكالوريا علوم فيزيائية لتلميذ من عبد الجهيد بخيبكة، حصل على معدل 13.71 في الوطني ومعدل عام 13.27، ولا على مستوى جهة بني من الخنيفرة وسادسة وطنية. كنختار من هذه الفرصة باش نشكر كاع اللي ساهموا في حصولي على هذه النقطة الحمد لله، بادئة من العائلة ديالي الاساتذه ديالي. ايمان، شنو كي درتي حتى توصلتي لهاد المعدل هذا؟ هو توفيق من الله، واحد يتخذ الاسباب والكمال على الله. هي الاحلام الاحسن تكون تبدا من الاول، اي درس ضروري خاصو غير جيم يكون عندك واجد، باش في الاخر ما تمحاش عاوتاني تعاود ترجع لدفاتك من الاول. من الاحسن يكون غير جيم واجد والوطني في المتناول، سهل بزاف كاع اللي راه سهل بزاف، ما كاينش تخلع. وبالنسبة للإيمان من غير الدراسة؟ ما عرفتش، يلا هواية كهواية كنعجبني نقرا شوية بعض المقولة بزاف، ما عنديش رسم الله، كان عندي مع الرسم. وبالنسبة للآفاق المستقبلية شنو بغيتي إن شاء الله تعالى؟ إن شاء الله بغيت ميدسين. شكرا لك. اذا غادي ننتقل للوالده ديال التلميذة ايمان. مرحبا. مرحبا، شكرا على السيده. نعم، بغيناك تكلمي لنا شويه على ايمان وعلى المجهودات ديالها في الدراسه اللي مكنتها من طبيعه الحال انها توصل لهذا. ايمان بن يوسف هي تلميذه ثابره صراحه، واخا بنتي ما غاديش نشكرها، هي كتميز بالهدوء وعندها النفس، يعني عندها واحد العزيمه قويه في الدراسه سبحان الله العظيم، ولكن فعلا المثابره والجد، وعندها واحد الحاجه ما كتنتظرش حتى الغدا اي حاجه، يعني الحمد لله عندها واحد الميزه هي ديال التخطيط. هي ضروري كدير واحد الجدول كتحط فيه لونفلواد لي طون، هي دائما عندها شنو عطينا ماما البروغرام ما غنسافروش هذا العام كذا، غير باش تحط البروغرام ديالها. وفعلا حسيت بها انها من الاول بدات البكالوريا، يعني ماشي حتى لاخر لحظه، البكالوريا بدات من اول سنه وضعت برنامج مشات عليه. كاينه ميزه اخرى عندها وهي الحمد لله السلوك ديالها طيب مع خواتاتها مع خوتها، داخل المؤسسه تحرص على الرضا ديالنا صراحه. المؤسسه ما نقولوش، كلشي كيشكرها الاساتذه الحمد لله. يعني الاخلاق هو مساله مهمه، الاخلاق بالنسبه للتلميذ مهمه. هي تميزات حتى داروا مسابقه في لونجلي الحمد لله جات المرتبه الاولى، وعلى مستوى السلوك والاخلاق ما تبغيش تغيب نهائيا، وعلى مستوى السلوك والاخلاق جميع الاساتذه كيشهدوا ليها بالتميز في الاخلاق ديالها، والحمد لله هذا توفيق من الله عز وجل. ربما هذا رضا الوالدين والاخلاق والسلوك اضافه للمثابره ديالها جابت هذه النتيجه الحمد لله اللي رضاتنا ورضات الجميع، وكتشرف خريبكه وتشرف المديريه وتشرفنا كاملين الحمد لله وشكرا. مبروك عليكم. واخا بالنسبه باعتبارك انت استاذه وكذلك ام، شنو هي النصيحه اللي كتوجهها يعني باقي التلاميذ خصوصا المستدركين؟ باقي التلاميذ اش غنقول لهم؟ هو ان يعني الياس خص الانسان يبعد عليه، مازال شويه الامل، مزيد من المثابره والتفوق. ونصيحتي للتلاميذ كاملين هو ان الانسان من الاول ما يخليش حتى لاخر لحظه، ويحرص على ان تكون عنده شخصيه متوازنه. يعني السلوك مهم، كاين شي حاجه سميتها الدراسه زائد العنف زائد الغش، يعني السلوك مهم والاخلاق مهمه، وكتجي الدراسه كتتويج السلوك والشخصيه ديال التلميذ. شكرا لك. ننتقلوا لعند الاب ديال ايمان. مبروك عليكم يعني هذه النتيجه المشرفه لجهه بني ملال خنيفره. يعني بغيناك تكلم لنا على ابنتكم يعني ايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اتوجه بالشكر للصحافه الوطنيه والجهويه والمحليه، وخصو يذكر الموقع تلسكوب حقا، لان هذا يدل على الرساله الهادفه للصحافه الوطنيه، لان باش تهتم يعني بالتفوق الدراسي بغض النظر على بعض المناظر اللي كتشتغل بما هو يعني سوقي تافي، ولكن هذا النوع ديال الصحافه فله الف تحيه والف الف شكر باش يهتم بوليداتنا ويهتم يعني بظاهره التفوق. هذا تطور مهم في يعني الملفات اللي تتناولها الصحافه. اود ان اشير في البدايه الى 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 الدلالات التي يمكن ان تقرا منها تقرا من النتائج تحصلت عليها
خولتها يعني المرتبة الأولى وطني فيما يخص يعني الامتحان الوطني 1970 هي الأولى وطنيا، ثم المرتبة الأولى جهوية فيما يخص المعدل العام 1927، وهذا المعدل العام خولها أيضا الرتبة السادسة وطنيا. نعم. يعني شاطر تقرأ يعني المعطيات صحيحة. الرسالة اللي تقرأ هو أن كان في واحد الوقت يعني بدأ تيئيس من مؤسسة العمومية، ولكن الآن تتأكد أن راه يعني المدرسة العمومية راه فيها خيرة الأساتذة، فيها يعني خاصة تعاد واحد المنسوب الثقة لهذه المؤسسة هذه. راه حنايا اللي خاصنا نعطيوها الثقة، ماشي مؤسسة العمومية هي الأصل، هي الأصل وفيها خيرة الأساتذة. ما خصناش يعني نفقدوا الثقة في المؤسسة ديالنا، ما خصناش نهتموا بعض الظواهر السلبية اللي في المؤسسات، مثلا يعني كأستاذ ضرب التلميذ ديالو، التلميذ ضرب هذا هذا، هذه أحداث عابرة، ولكن الأصل هو ما ترونه اليوم. هذه النتائج اللي حصلت عليها الكلية اللي تتقرا في المؤسسة العمومية، فهي نتيجة يعني المجهود اللي تبذلوا أطور المؤسسة العمومية. ما يخص يعني بنيتي إيمان، وهذه رسالة أخرى تقرا للتلاميذ، يعني لأن هذا التفوق هو مسار في أسباب متعددة، وعلى رأسها أن التفوق الأخلاقي يؤدي إلى التفوق في الدراسة. من هذه ماشي عيب، ولكن هذا ماشي سر، يقولوا أن مخضات الهاتف حتى دوزات يعني شهادة البكالوريا برغبتها، رغم أني كنت مصير نشري ليها، ولكن قالت لي يا أبي والهاتف مدير التواصل خصوصا معكم انتم والديا واننا معكم، فما جدوى ان ناخذه ومشوش، يعني انها كانت مصره على حتى الفضاء اللي تتستعد فيه بيتها ما كاينش المشوشات، يعني بيت مرتب، بيت يوتي يعني دخل له ما تسخاش تخرج منه، الطريقه باش مرتب، طريقه هذا يعني يساعد اي مشوش للهاتف ما كانش تفكر فيه نهائيا، يعني التلفاز ولا ما كانش، يعني كان همها الاول والاخير هو الدراسة لا غير، إلى درجة أن هذا الأمر ما نعرفوش في السلبي ولا هذا، أن كانت حتى المنزل شؤون يعني البيت وهذا المطبخ، فكانت هي تقول لك عفيوني في هذه المرحلة هذه، وهذا يعني الشكر الوالدة ديالها كانت تفهم هذا الأمر، ما كانش تحرجها، ما كانش لأن تدخل معها، كانت يعني كانت تقوم بالمجهود رغم أنها هي موظفة وهذا، ولكن أيضا هذه النتيجة راه بعد الله سبحانه وتعالى ترجع المجهود ديال الأم اللي كانت يعني كانت محتضنة، كانت مساعدة، كانت فنسأل الله عز وجل اللي ما توفقش انه يوفقه، واللي اللي 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 كان لاسباب يعني ما قدرش نذكروها ولا لا ما عرفناش علاش ما تفوقش، غير يجلس، لاكيد ان التعثر له اسباب والتفوق له اسباب، يجلس جلسة التلاميذ هذه يجلسوا باش يعرفوا اسباب التعثر ديالهم، والتعثر ماشي هو الفشل، التعثر هو ربما سبب للجلوس للانطلاقة جديدة، وربما قد يكون التفوق اللي يعني أحسن من يعني من بناتي، لما لا، راه ماشي ليس هناك شيء مستحيل، غير الأسباب، وإن شاء الله يكون خير لهاد البنات ديالنا اللي هما يعني ما تفوقوش. شكرا لكم مجددا، شكرا لكم والسلام عليكم.